السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ماب ويز اي اي ارتفيشال انتليجنت. فهو الفكره كلها ان هنا بيعمل لي حاجه اسمها راب اي دي، وده برضو موجود لو انت حتى بتستخدم الاوبن ستريت ماب او بتستخدم حتى الهوت اوبن ستريت ماب، هتلاقي ان انت ممكن تختار ار اي بي اي دي. فكل اللي انا بعمله ان انا مثلا باجي هنا بيقول لي ايه الحاجات اللي انت عايز تفعلها، ففعل فيسبوك رود والمايكروسوفت بيلدينج، وممكن تضيف هنا ارك جي اس داتا سيت، تمام. وحاجه تعجبك تروح دايس عليها، تروح داخل على الخريطه بدل ما انت تقعد ترسمها مانيوال. على سبيل المثال ده مثلا نادي المهندسين، هاجي اعمل عليه سيلكت واقول له يوز ذس فيوتشر، وبعد كده هقول له موف وروح محركه بحيث ايه يبقى من ناحيه اهم حاجه بالنسبه لي القعده، تمام، بالشكل دوت، وكذلك المباني اللي حواليه، تمام. بقول له يوز ذس فيوتشر، وبعد كده ببدأ ان انا اعمل لها بس موف عشان اتأكد انها في المكان بتاعها مظبوط، تمام. دي هنا بياخد من خريطة تانية وبيستخدم الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو لو انا بوصل حاجة يتأكد ان هما متوصلين ببعض. على سبيل المثال مثلا في طريق وانا بوصل طريق تاني، فهو اوتوماتيك يوصل بينهم ويقلل الوقت اللي انا بستخدمه في حل المشاكل، تمام. طيب في بعض الحاجات ممكن تكون غلط مش هاخدها معايا، تمام. في بعض الحاجات ممكن تكون محتاجة بس ايه ان انا اعمل لها موف او اعمل لها روتيت، بس هو وفر عليا وقت كتير، وبالذات في المباني اللي فيها تفاصيل. دي النقطة دي محتاجة تعديل شوية، وهكذا. بعمل سيلكت على المبنى واقول له يوز فيوتشر، وبعد كده بنستخدم بقى موف عشان ننقلها عند نقطة المركز، بنستخدم روتيت وهكذا. وما ننساش بعد ما نخلص نقول له سيف، فهو بيراجع بيتأكد ان مفيش اي مشاكل خالص. لو في مشكلة بينبهني، زي مثلا كنا انا راسم مبنى في الطريق، فده من ضمن الحاجات الحلوة اللي احنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في اننا نوفر الوقت. طبعا مبنى زي دوت مثلا لما ترسمه من اول، لما نعدل بس ايه الحاجة دي تحس انها تبقى على شكل دائري شوية، او ممكن نرسم حتة تاني موف وابدأ احركها بالشكل دوت، تمام. ولو عندك اي معلومات ابدأ حطها. بالشكل دوت اهو كده احنا بنوفر وقت على نفسنا في العاشر من رمضان. شكرا جزيلا.